وبكم وبكل حفاوة، ونقول لكم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، كل باسمه وصفته، في برنامج فضاءات للتمكين النسائي الاقتصادي المنظم بالقصر المؤتمرات بالعيون بدعم وشراكة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، والذي يتزامن مع مناسبة غالية علينا كمغاربة، وهي الذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء. نشكر السيدة الوزيرة على امتحان هذا المناسب، ورأيك عيد المسيرة اللي هي حرة الميلاد لك ساعة فالعهد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه، والمسيرة اللي خاطها جلالة الملك محمد السادس الله يطول عمره فورا من العمل بجميع المملكة المغربية. جاءت اليوم الوزيرة وقعت معها الجهة التلاف لتكوين التلاف متابعة ديالها مع الوكالة الاجتماعية ومع السيدة الوزيرة، ووقعنا معها سلمنا لهم 14 مركز، حتى هو كيف ذلك سلمت البلدية لوزارة التضامن الاجتماعية اللي وقعنا لسلمتكم مسيرات وجمعيات تابعات للوزارة، وقعنا معها لوجيات باش نديرو في المدينة رغم عام فيها ولكن زيادة مزيانة مدينة عاد كبيرة، وهذا ومشات زارت بنت مركز العلاجات في وضعية هشاشة زارته، ومشات زارت السوق اللي ما فاتت عنا تعلمو ولكن أنا اللي نقولها الوزيرة زارت السوق عندنا 300 حانوت مسدودة اللي احنا ما عطيناها في السوق الكبير واللي باقيين داخل ديال التلاف نيت يمكن نديرو لهم كل جوج في حانوت يدور شريكة ويعمروا التجارة ديالهم. النصر كملت كمان رئيسة جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل اليوم بقصر المؤتمرات. تم انطلاقة برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء بتنظيم من جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل. هو برنامج وطني توعوي نسائي 100% جاء من أجل خلق فرص للشغل للنساء، وجاء لإدماج النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أوضاعهن الاقتصادية. هذا البرنامج انطلقنا به من أجل التكوين، من أجل التحسيس بدور المرأة الريادي في المجال الاقتصادي. استطر في هذا البرنامج خمس ورشات ستتم انطلاقتها غدا إن شاء الله بدار الثقافة، ورشة في التجارة الإلكترونية، ورشة في المحاسبة التحليلية، وورشة بالتدبير المالي والإداري للتعاونيات، ورشة للأنشطة المضرة للدخل لفائدة المقاولات النسائية. نستهدف من هذا البرنامج على مستوى الجهة 1200 امرأة، سيكون إن شاء الله بمدينة سمارة يوم 8 نوفمبر ويوم 11 نوفمبر بإقليم بوجدور و 15 نوفمبر بإقليم طرفاية، وسيتم اختتام هذا البرنامج إن شاء الله يوم 18 بمدينة العيون بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.